في لقطة نادرة جدا، حيث يصبح المفترس الفريسة تحاول هذه السحلية اصطياد هذا السرعوف، ولكن لا يبدو أن السرعوف لديه أي خوف من السحلية. إن قوة حشرات السرعوف مذهلة جدا، وقد تم توثيقها جيدا من قبل وهي تفترس حيوانات أكبر منها بكثير. والآن يصبح المفترس الفريسة يمتلك السرعوف فكا قويا للغاية، ويمكنه مضغ أي شيء تقريبا. الألم شديد والسحلية تحاول الابتعاد، ولكن ما أن يبدأ السرعوف في التغذية فإنه لا يتوقف أبدا حتى ينتهي من وجبته.